أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة حفاظا على المكتسب التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19، وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي ما زال قائما، وحماية للأمن الصحي للمواطنين المواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 على مرسوم رقم 22406 بتمديد السريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة 6 مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليو 2020 وفي الساعة 6 مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. في هذا الإطار وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بإجماع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدبير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020. إن الانتقال التدريجي في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازمة توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع. يترأسها السادة الولاة العمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية، وبذلك سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم أسبوعيا حسب منطقة التخفيف على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة ودخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنين والمواطنات مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها، ارتداء الكمامات، التباعد الصحي إلى آخره. وخلال المرحلة الأولى التي تبتدأ من 11 يونيو 2020 سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي: ألف استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، الأنشطة الصناعية، الأنشطة التجارية، الأنشطة الصناعية التقليدية، الأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه العملية الأنشطة التالية: المطاعم والمقاهي في أي مكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح إلى آخره. جميع الأماكن التي يكون فيها التجمعات سوف تكون ممنوعة. وبموجب هذا المخطط سيتم تقسيم عمليات أقاليم المملكة وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية إلى منطقتين: منطقة تخفيف رقم 1 وتضم عمالة أقاليم جهة الشرق، أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، أقاليم جهة درعا سفيلات، عمالتا وأقاليم جهة سوس ماسة، أقاليم جهة قلمية موادنون، أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، إقليم جهة الدخلة وادي الذهب، عمالة المضيق الفنيدق، إقليم تطوان، إقليم الفحص أنجرة، إقليم الحسيمة، إقليم شفشاون، إقليم وزان، عمالة مكناس، وإقليم إفراء. إقليم ولا يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم تاونات، إقليم تازا، إقليم خميسات، إقليم سيدي قاسم، إقليم سيدي سليمان، إقليم سطات، إقليم سيدي بنور، إقليم شيشاوي، إقليم الحوز، كلاسترا، غنص، صويرة، رحمنا، أسفي، وإقليم اليوسفية. أما منطقة تخفيف رقم 2 وتضم عمالة طنجة، أصيلة، العرائش، فاس، الحاج، بالرباط، سالاس، صخيرة، تمارا، القنيطرة، درب، عمالة الدار البيضاء، عمالة المحمدية الجديدة، نواصر، مديونة، إقليم بن سليمان، برشيد، عملات مراكش. باء تخفيف القيود، تخفيف القيود بالنسبة لمنطقات رقم 1: الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي لعمالة أو الإقليم، استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة بدون الإلزام التوفر على ترخيص، الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية والتاريخ الإلكترونية، إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، متنزهات، حدائق، أماكن عامة إلى آخره، استئناف الأنشطة الرياضية والفردية بالهواء الطلق، لمشي الدراجات إلى آخره، الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية من التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز إلى آخره. تخفيف القيود بالنسبة لمنطقة رقم 2: الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل،
إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، من التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز إلى آخره.